أكثر من 70 حزبا سياسيا بموريتانيا باتت خارج الخارطة الحزبية بالبلاد بعد قرار صادر من وزارة الداخلية، الجهة الوصية التي طبقت القانون الجديد المنظم للأحزاب. ونحن بالنسبة لنا القانون شامل عن الظلم ولا يخدم الديمقراطية، ومطالبين جميع الدولة أن تلقيه. الأحزاب التي شملها القرار اعتبرته قرارا جائرا ومخلا بالديمقراطية والحريات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية للوقوف في وجه هذا القرار. قانون جائر مخالف للدستور ومخالف للروح القانون نفسه. احنا القانون لصالحنا، اتخذنا إجراءات العدلية اللي ماشيين فيها. أيضا قانون مريب في توقيته، اتخاذ توقيته ومريب، بل أنه يستهدف أحزاب ياسر منها ممثل في البرلمان بعدة نواب، وياسر وبعضها عنده عمد وعنده العديد من المستشارين، وبالتالي هو كبت الحريات وتراجع عشرات السنين لورا ولا يخدم الساحة للعمل الوطني. بعد قرار وزارة الداخلية الموريتانية تكون الخارطة الحزبية بالبلاد باتت ممثلة في 27 حزبا سياسيا فقط، تجاوزت معايير القانون الجديد المنظم للأحزاب في موريتانيا. الشيخ أحمد النجاشي، ساحل تي في، نواكشوط.